السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. جايلكم النهاردة بتشكيلة كبيرة جدا من عبايات الاستقبال. داخل علينا رمضان، هنجيب بقى عبايات رمضان والإزدالات وكمان هدايا عيد الأم لأحلى ست حبايب في الدنيا. هنتفرج النهاردة لأن في مقاسات كبيرة وفي مقاسات صغيرة، كل حاجة موجودة. كمان عندنا النهاردة الإزدالات نوعين، عندنا الفسكوز والفيزون، وعندنا كمان إزدالات الأطفال شكلها تحفة قوي وجميلة وحلوة قوي. كمان عندنا اللانجريهات وحاجات تانية كتير. تعالوا بقى ندخل نتفرج، ما تنسوش اللايك. الشام طبعا موجود في اسكندرية في العصفرة. لو حضرتك جاي من ناحية دي هيبقى اقرب لك قوي من ناحية القطر. هتنزلي في محطة العصفرة، تدخلي الشارع المحطة لأمته بشرة العطار. تمام، هي من هنا انت جاية هتنزلي في شارع جمال عبد الناصر، هتنزلي عند بنك عودة، هتدخلي الشارع بتاع بنك عودة للآخر وكرم الشام للآخر كده، هتمشي في شارع 6 أكتوبر لغاية ما تلاقي بنت الشام، يعني قبل ما توصلي سكة القطر. بقى النهاردة نشوف الأسعار الحلوة النهاردة معانا. عليكم. وعليكم السلام، ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا ابو يزن، ايه الاخبار؟ لا الحمد لله، والله كله بخير. تمام ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. نحن عندنا عروض اخر السيزون الشتوي ان شاء الله. الله ينور. عشان ايه نبدا ان شاء الله الموسم الصيفي، وكل سنه وانتم طيبين يا رب على الجميع، وحتلاقوا كمان تشكيل كتير كتير حلو ان شاء الله على عيد الام وعيد الام. عيد الام وعيد الحب ورمضان. ايوه تمام، سنه طيبين. نبدا اول شيء العرض. ايوه اول عرض معانا بقى ب 300، اي عبايه شتوي ب 300. ب 300 تمام. 300 حلو قوي. ادي كده اول شكل. كل واحده العروسه اللي عايزه تجهز تلحق للحاجات دي الحلوه. تمام. ب 300 جنيه. زي الفل. بصي دي. الله دي جميله جدا، دي ب 300 جنيه. حلو قوي. ب 300. 300 يا بنات اي واحده. كذا عرض، ركزي معايا يا ماما. وركزي معايا يا عروسه. بصي دي خامه عطيفه، هاي دي مستورده. تمام. ب 300. ايوه بس الشياكه كل حاجه بالوانها بقى، كله في منها الوان وجميع الوان. المقاسات كمان موجوده. يبقى العرض الاولاني ده اللي معانا ب 300 جنيه. العبايه الشتوي القطيفه لايت. العبايه الشتوي ب 300 من دول. تمام. بص الشياكه، بص اخر جمال بجد. بص الخامه. تمام. خامه وتقفيل حلو قوي. الله ينور. 300 جنيه. ها؟ ركزي قوي. عايزين عند عمك ابو يزن. بص العسل. بص دي 300 جنيه. بص دي. وكمان دي 300 جنيه. يا بلاش. والستايل ده كمان 300 جنيه. وطبعا عرض ال 300 فيه اشكال كتيره قوي. كله في منه اشكال ياما. ايوه. بص دي 300 جنيه. تمام 300 جنيه. الله ينور. بص دي كمان ب 300 جنيه. زي العسل. في كذا شكل وكذا رسمه بس كتير طبعا. ما بدي اطول عليكم الفيديو. بصي دول كمان امهاتي 350 جنيه. ده بقى كده عرض ال 350. ال 350 امهاتي بقى. امهاتي. ما شاء الله. مقاس كبير قوي. عشان عيد الام. عشان عيد الام ومبطنه زي الفل، كلها مبطنه. حلوه قوي جنيه. عشان تدفي ست الحبايب. الله، وندلع بقى ست الحبايب اللي فيها فرو دي. واهم حاجه تصلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. بص دي الله ينور، كذا ستايل ب 350 جنيه. خلاص ده العرض. العرض اللي بعده. اللي بعده بقى. بص دي ايه بقى الحاجه الفخيمه دي؟ بص دي لا جامده. 450. 450. 2800. حلو، هتوفري مبلغ حلو. بصي دي 450 الواحده يا بنات، لو خدتي 2 ب 800. 50 لو خدتي 2 800. حلو. بصي حاجات القمر. الله، واسعه كمان. بصوا المقاس ما شاء الله. زي من هنا ومن هنا. ايوه. الخامات دي عاليه عاليه جدا. زي الفل. عايزه بقى تربطيها من هنا ومن هنا. من هنا ومن هنا. شديها تديش لما. زي الفل. وادي الستايل الجميل ده. بصوا الشياكه اخر جميل، حلوه قوي دي كمان. عليه الصلاه والسلام. جيبي الكابتشيو اهي يا بنات. بصي المقاس. تمام. بصي المقاس دي حلوه قوي ما شاء الله. مقاس المهات كبير قوي. الله ينور. بصوا دي كمان. بصي الله. وكمان العيد بتاعنا هيجي يعني ان شاء الله في الخريف او الشتاء. معانا طبعا صيفي وشتوي. في ده وفي ده. بصوا الشياكه. شوفي دي ستايل الكم الواسع ده طالع جديده لسه نازله. جميله. ده عرض ال 450. 450 لو خدت 2 800. بصوا دي يا جماعه. بصوا دي تجنن تجنن. كمان الحاجات اللي هي الاستراس دي. ده وش وظهر الاستراس. بصوا بقى الله ينور. وادي كمان دي تجنن طبعا. كمان جميله زي العسل. الصلاه على النبي اهم حاجه. عليه الصلاه والسلام. وحلوه بقى كده. لايك
ايوه وشير وشيروا لكل العرايس عشان دي بقى استفاد. دي بتلمع كده لمع. بصي دي. بصوا اخر جمال. بصي الشياكه بصي تحفه تحفه تطلع عليه على الحلوه قوي على اللبس. اه مكسمه كده. بصي دي الفزاشي وكلوش من تحت تجنن. دي طبعا كل الوانها دي متوفره كله متوفر ان شاء الله. لا كميات يعني قد ما بدك في كميات. عرض 450 عرض الشبح ملوش حل يا بنات. بس الشياكه الله اشكال تجنن. والاتنين 800 عشان واحده لحماتها. ايوه كنت لسه هقول كده والله. واحده لحماتها عشان انا ما حدش يزعل. ايوه طبعا ما نزعلش حد. الله ولا التطريز بتاعها وجماله تحفه تحفه فنيه. بصوا اللي جايه بقى. العرض ده ما تفوتهوش لانه بجد يجنن ومهما كان مقاسك هتلاقي الستايل بتاعك عالية جدا. الله ينور. وادي اهو كمان. الله ينور. كل الاصناف معانا عنا الهادي وعنا اللي فيه بده تلبسيه الاستراس براحتك يعني كل حاجه عشان العيد كمان تلبسيها. ايوه صح. الله تجنن. بصي دي الهاديه جميله جميله قوي. بصي التقفيل تبعها. بصي الخامه غير جميل. بصي الملكي بقى دي كمان. شوفي بقى ست الحبايب اللون اللي بتحبه بقى وهاتلها بقى هديها. في ده كمان اذا بدك عيد الحب. أوه. كمان حلوه قوي. اه حلوه بصي. الناس اللي عايزه تلبس في عيد الحب احمر. بصي العسل جميله قوي ما شاء الله. والعنوان احنا عنواننا العصافرة اسكندرية متفرع من جمال عبد الناصر. بتخش الشارع على طول عند كرم عودة وكرم الشام. بتخش الشارع على طول محل بنت الشام. تمام عند كرم الشام وعند بنك عودة. الشارع ده اسمه 6 اكتوبر. تفضلي ماشية لغاية ما تقابلي بنت الشام. بصوا الحلويات تمام يجنن ان شاء الله. استرصاتك بقى. بصي بقى كل عروسه عم تجهز تعيد تاخذي الحاجات دي حلوه قوي. وعلى الايد اهو اخر كنا عم نبيعها والله 550 يعني الحاجات دي نازله اسعارها يا بنات الحقوها. وادي كمان اهو احنا ما بنبلش السعر. بصوا دي كمان كانها درس كده. بص دي كمان في منها الوان ياما. دي بقى اللون الابيض او الاوف وايت. بصوا الجمال الهدوء بقى. وادي كمان دي كل ده في عرض ال 450 والاثنين ب 800 ادي اهو ده كمان تمام زي الفل. الفساتين التركي كمان هتبقى بنفس العرض. نفس العرض ب 450 يلا ان شاء الله ما حد حوش. اه والله خلي الناس تلبس يعني تدعينا. اه بجد تشكيله التركي تجنن ملهاش حل. هو ده الكلام. ولو عايزه اسود برضو موجود كل الالوان موجوده. بصوا بقى الشياكه مش اي حد يلبس الحاجات الحلوه دي. دي كانت الوحده 550 جنيه بقت ب 450 وكمان لو خدتي اتنين صح ده ضمن العرض برضو. دي نزلنا لك 200 جنيه. اه يعني ضمن العرض لو خدت اتنين برضو ب 800. اه طبعا تمام. بصوا كمان الستايل ده. اللهم صل على النبي. عندك الساده وعندك المشجر والتيجرات غوامق فواتح مقاسات كله موجود. كله موجود ان شاء الله. بصي دي كمان تنفع. اه دي مكسره بلاسيه كمان حلوه. اه بلاسيه اهي كمان في منها الوان ثانيه. تمام سي تجنن ان شاء الله. وكمان دي اه حلوه قوي الدرس ده كمان حلو قوي ده استر. اه هو الوانه موجوده تمام. عرض العبايات. ايوه ندخل على عرض العبايات بقى الملكي. العبايه الملكي ب 600 جنيه. 600 جنيه تمام. بس دي كلها شغل. اه كلها استراس اهو. بصوا يا بنات اه ده شكل تاني اهو حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. 600 جنيه. انا عندك دول ب 750 جنيه اللي هي في ايدك دي ابو يزن ب 750. بقول لك كلها شغل يدوي. اه كلها هاند ميد. بصي شغل يدوي. بصي ده كله شغل يدوي. اه 750 خامتها حلوه قوي. دي بقى بتاعت السبوع مثلا عرايس كده. مناسبات. اه بصي الشياكه نازله اول عيد بقى عند حماتك كده. حاجات شياكه قوي. بصي 750 وعندك بصي. برضو اشكال. بصوا دي كمان شكل تاني دي. ايوه بالحزام كله مشغول يدوي يا جماعه. أوه. بصي كل الحزام ده قطعه ملكيه. تمام ده برضو ما شفتوش قبل كده. بصوا في العبايات الحلوه دي لون هادي قوي كده. اه
معاه كمان الحزام بتاعه يبقى العبايات عليه الصلاة والسلام. الله ينور. ده كله مشغول يا دوي. بيجامات ايه هو بقى؟ عرض البيجامات دول 350. تمام. الزراير يا بنات اهي دي بكام؟ بص الزراير 350. حلوة قوي. بصي ده ترنج رياضي 350 جنيه. 350 برضه. ده فينك تخرجي فيه لبره كمان. اربع حتت. عرايسي. 350 جنيه. تمام. ده دلع خالص. 350 جنيه. زي الفل. 350. انا ما عم بفرد لكم لانه ايه مشان انا اوريكم اكتر من موديل. تمام. وفي كمان ترنجات تانية هيك. ترنجات 350 يعني هو سعر موحد يا ابو يزن. كله احنا مسوينا عروض والله. تمام. والله عروض حلوه قوي. عروض ازدالات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل على سيدنا. امهات بخير وجميع امهات بخير يا رب. ده كده اول قماشه دي الفيزون. بصي الفيزون كلهم عليهم عرض واحد ب 280 انا عاملهم. اي اسدال 150 ب 280 يا جماعه. حلو. بصوا ده كمان. بصي ده البنات بقى اللي بتحب تلبس الستايل ده حلو جدا. طبعا طرحته كبيره. الطرحه بتاعته هي كبيره يا بنات. 280 ده حلو قوي. الاثنين ده 280 اي اسدال. والاسدال الاطفال هلا بوريكم يا حلو قوي. الاسدال الاطفال عامل 200 230. اطفال لغايه سن كام كده؟ عندي للعشر سنين. ده كده الاطفال؟ لا يعني من سنة. من سنة لعشر سنين. تمام. حتى الإسدال ده كمان داخل في عرض؟ كله بالعرض. 280 بدل 350. بصي شياكي وخامته حلو والله. حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. مستورد والله كله مستورد. فيزون برضه. كله فيزون ده. ما شاء الله. طرحته كبيرة. كلهم طرحهم كبيرة. ندخل على الفسكوز اللي ما بحبش الفيزون في الفسكوز اهو. الفسكوز اهو. بصوا المقاس ما شاء الله. ده بتاعنا طبعا. ايوه. كمان برضو 280. 280. معاه الطرحة بتاعته. حلو. والبندانة كمان. شغال معانا بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. بندانة وطرحة. بندانة. الاتنين مع بعض. بصي ده. خامات كلها عالية وكميات للي بده جملة. ما شاء الله. يجي لعندي. حلوة قوي. 280 سعر موحد لأي إسدال. رمضان داخل علينا بقى عايز لنا اسدال حلو كده نصلي بيه ان شاء الله. تمام. جميل قوي. كمان ده جميل. الوانه حلوه قوي ما شاء الله. الوان جديده والله. وادي اللون الجميل ده كمان. كمان برضه 280. تمام. طرحته كبيره اهي يا جماعه. بصي الخامه. وده كمان الالوان دي. بصي ده. كله بالطرحه والبندانه كمان. طرحه والبندانه. عشان تظبطي اللفه. هوريكي انا الاسدال الاطفال. يلا بينا. ده بقى اسدال الاطفال. الاطفال عشان رمضان وعيد الام. خلاصي. بصي ده. احنا قلنا لغايه سن كام الاطفال؟ يعني عندي من الزيرو. من الزيرو للسبع سنين تقريبا. للسبع سنين. بصوا ده بقى المسحراتي ده ولا اللي ماسك العسل ده؟ عسل. الاطفالي بكام بقى؟ 200 جنيه. 200 جنيه سعر موحد للاطفالي. بكار كمان. ايه العسل ده؟ جميل قوي بسم الله ما شاء الله. طمطم كمان اهو. كل حاجه. اخر جمال تحفه. 200 جنيه. اهو. شو بدك فيه موجود؟ ما شاء الله جميل قوي. حلو قوي. عاملين عليهم عرض ب 200 جنيه. تدخل بقى على والعيد الحبي داخل. ايوه. جبت لكم عبايات الرقص. تمام. بصي العسل ده. ايوه. ده موديل. هو قطعتين اللي هي السكيرت والبرو. وعندك ده. تمام. ده كده اول حاجه اللي هي الاحمر. الاحمر عشان ايه؟ عشان عيد الحب. واللي عايز ده برضو. الله ده بصوا يا بنات. ده باللولي. ده باللولي كده. كله لولو. حلو قوي. بصي ده. في كمان الاسود معانا. بصي في كل الالوان. وكل حاجه بنقشه تانية. وطبعا نانسي عندي اياها. جلبت نانسي؟ كله موجوده. بصوا بقى. وبكام معانا؟ دول عليهم عرض 350 جنيه. اي واحده منهم؟ اي بدك رقص 350 جنيه. تمام. هي مقاساتها بتبقى هذا وان سايز. انت بتبصي بتكبري وتزغلي. ايوه تمام. شلون ما بدك يعني بتكبر. حلو. حتى اللانجوري عليهم عروض جامده لساتها مستمرين نحن. بكام بقى يا ابو يزن؟ استقبال في ب 350 في ب 450 على حسب. تمام. وعبايات الاستقبال كمان. وعبايات الاستقبال عندك من 1200 لحد 1800. زي الفل. هو بتاعت العرايس الشتوي اهي. موجوده. الله. بس تعالي لي انت وانا بظبط لك السعر. زي الفل. انا بدي اطوع عليكم الفيديو عشان كل الناس تشوفوا الفيديو. كل تمام. الناس ان شاء الله. اكثر لايكات
واكثر عدد ممكن. الله ينور عليك يا ابو يزن. احنا كل يعني بسم الله ما شاء الله انتوا بتقوونا طبعا، انتوا حبايبنا دول وكل حاجه، وللعرسان اذا بدك انت مثلا والروب الصباحيه موجود قصير طويل بيجامات رواب ساتان كل حاجه موجوده للعرس. تمام، مواعيد العمل يا ابو يزن. احنا من الساعه 11 للساعه 12 بالليل كل يوم ان شاء الله، ما فيش اجازات خالص. ولهذكركم انا اكثر حاجه بالعنوان العصافره اسكندريه، نحن عند كرم الشام وبنك عوده. أيوة. بتخش الشارع، احنا اسمه شارع 6 اكتوبر، محل بنت الشام. لو جاي من قبلي عند بشرى العطار، ايوه، بتنزلي بشرى العطار محطه العصافره، بتنزلي بشرى العطار بتخش الشارع محل 6 بشارع 6 اكتوبر محل بنت الشام. تمام، بنت الشام لا تنسوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. كل الناس تعمل لايكات وقلوب بالله عليكم. زي الفل. باي باي.